واحنا في توكيل فراري. خلاص كده احنا سلمنا العربية ال STO no more STO باي باي، وهنركب بقى ايه، هناخد بقى العربية اللي جت بدلها. بس هوريكم، بس خليها مفاجأة، هوريكم بس ايه لما بتيجي هنا التوكيل عشان تعمل الكرسي بتاعك، العربية بتاعتك تختار. بص تختار الكراسي، تختار الجنط، بص تختار لون الفرش، بص اختار الدركسيون. دي 812 اه. ودي 296، ودي بورتوفينو. بص هوريكم اغرب بيستا في العالم، اخضر فرش اخضر. بص شفت الكربون فايبر الاخضر ده؟ العربيه دي ما بتتباعش بقالها سنه بسبب الراجل اللي عملها اخضر. روما جي تي سي 4 لوسو، دي 812 بس 4 كرسي، وقدامها ال 812. حلوه الكومباريزن دي، 488 روما. بصوا الاثنين رومات، دي جي تي سي، بص هتلاقي نفس، بص الاثنين دول، بص تك، بص هي نفس العربيه بس فيها كرسيين زياده ورا، دول شايفينهم عشان المدام بقى والعيال يقعدوا ايه براحتهم. ودي 488، يلا بينا. في هنا اف 8، وبصوا في هنا ايه، في هنا اف 40. فاكرين الاف 40 اللي صورناها من البلكونه؟ وهي دي بقى الموزه بقى بالصلاه على النبي اللي بدل الاس تي او. خلي بالك المرايه. ايوه شوف يا محمد، الله يبارك فيك، هذا من فضل الله. يلا بينا، مفيش لامبورجيني، ما ينفعش لامبورجيني خلاص، والأوروس كمان هتروح كمان. يلا بينا ناخد الشنطة بقى. بطلت، اوعى تخبط، صعبة جدا في السواقة. مانيوال ها؟ بص بنين فارينا هو اللي عامل العربية دي. العربية دي 2900 في 8 توين تربو 470 حصان. بص 2 مليون يورو العربية دي، يعني ونص، يعني بتاع مثلا 70 مليون جنيه العربية دي. F40 جدا في السواقه. بص اوف كده يا رجاله، هنقول باي باي للاس تي او، وهنقول هاي او السلام عليكم للاسف 90، وهنقول باي باي للاورس، ولسه بقى ما شفناش هنعمل ايه مكان الاورس. هتوحشني برضو الاورس دي. بص بقى في هنا ايه، في هنا سبيسيال
ودي هوريكان بيرفورمانتي، ودي اف 8، ودي اف 8، ودي اف 8. اف 8 بيضا تصور زي بتاعتنا بالظبط، ودي اف 8 حمراء، ودي اف 8 ممكن تكون زرقاء دي. ايوه صح كده. نشلك هاي. ايوه ايوه. بس بس حطوا لنا علم مصر اهو. يلا بينا. امشي. اوكي. بصوا العربية دي بقى فيها اوبشن ان هي ممكن تبقى كهرباء. بص تديها ريفرس، بص هتلاقيها بترجع كهرباء. تديها اولاني بقت كده خلاص. عايز تدور الموتور، دور الموتور. ايه رايك؟ بصوا العربية عشان ما فيهاش بنزين، بص وفيها كهرباء فانا ماشي على الكهرباء. طبعا في هنا اضراب، عاملين اضراب فمش عارف احط بنزين 98. طبعا هي مش هتاخد 95 عشان خاطر ال 95 لما حطيته في الاورس وفي الاس تي او جابوا ترمبتين يعني فاهم. الاورس لسه طالعه من التوكيل بتغير، كانت بتغير ترمب البنزين، والاس تي او برده ما حبتش البنزين ده فمش هنحط لها 95 فاهم. فايه ادينا ماشيين دلوقتي على كام؟ 120 كهرباء. بص الار بي ام زيرو، اول مره في حياتي يحصل لي الموضوع ده في عربيه فاهم، في عربيه فراري. فاحنا هنستكشف بقى مع بعض الحوار ده. بص دلوقتي بقى انا سبت قرايه ليها من على البنزين عشان دخل على الكارته بتشحن بقى هي دلوقتي. بص فين بقى نخش؟ في نخش هنا مثلا. اوكي انا شغلت موتور البنزين تمام عشان خاطر ايه ننجز شوية، بس انا ماشي بالراحة يعني برضو ما عدتش برضو 140، والرينج بتاعي لي كان 69 بقى 90 فكويس. عربية يعني اقتصادية. خليني بقى ايه احكي لكم كده. طبعا احنا لسه ما افطرناش زي ما انتم شايفين، الشمس ايه لسه ما غربتش، هتخرج بالساعة 8 فاضل لنا اقل من نص ساعة. خليني بقى احكي لكم هما بيسلموني العربية بيقولوا لي ايه. بيقولوا لي اولا انت تحمد ربنا انك انت معاك فيراري، ده اول حاجة كده بالظبط. تاني حاجة احنا بنسلمك عربية فتيس وموتور، اي حاجة تانية انت شايفها مثلا محتاجة تتغير محتاجة بتاع اي حاجة تانية ده اوبشن مننا احنا حاطينه في العربية، فما تكلمناش في اي حاجة تانية، انت تكلمنا في موتور وفي فتيس بس. تفهم حاجة كده بالظبط. كان معايا بقى واحد فرنساوي تاني اسمه ارثر خلاص، فاتكلم معايا بيقول لي على فكرة في حد تاني كان واخد عربية كانت بيستا سبايدر ها، وكانت معمولة له اللي هو ايه معمولة له حاجة اسمها تيلر ميد يعني متفصلة له، كان هو اللي مختار الستيتشنج، عارفين ستيتشنج اللي هو التخيط بتاع كده اللي هو الاحمر ده، هو كان عامله ابيض معرفش عشان بيحب البيسبول والجو ده. فالعربية كانت قبل ما يستلمها بيوم خلاص الموتور يعني بعد الشر عننا ولع فاهم، اللهم احفظنا. نفسي ادوس بالعربيه ومش عارف عشان خاطر البنزين. ف راح اشتكى فقالوا له حبيبي كده بالظبط، انت معاك عربيه فراري شركه، احنا شركه سباقات خلاص، فعادي الموتور هنغيره لك مش عايزين كلام كتير، ولو هتتكلم كتير روح اركب عربيه بورش. ما سمعتوش انتوا الحته اللي فاتت دي؟ وقال لك بص قال لك ايه حبيبي انت احنا شركه فيراري شركه سباقات خلاص ما تقلقش الموتور هنغيره، ولو هتتكلم كتير روح اركب عربيه بورش كده بالظبط. فمش عارف ما فهمتش يعني، ده ارتر بيقول لي ان يعني هم فيراري قافشين وكل حد عارف ان هم قافشين الصراحه، ما بيهمهمش حد، واللي هو تحمد ربنا انك انت راكب العربيه بتاعتنا، والجو ده معروف عنهم من زمان وبيعملوا بلوك لاي حد
مش عاجبهم، ولسه في برضه ويتنج ليست، يعني العالم فيه 7 مليار واحد، هم عاملين بلوك مثلا لمعرفش كام واحد، فلسه في كتير فاهم، وكلهم يعني نفسهم في العربيه. بس فادينا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويا رب العربيه ان شاء الله ما يبقاش فيها اي حاجه، عشان خاطر ايه يعني، مفيش كلام كتير فاهم.